بارطاجيك كلشي دير بارطاجي كلشي. مرحبا بك خديجه، تفضلي عاودي قال داكشي اللي بغيتي حنا نسمعوك. المهم قلت لك القصه ديالي بدات من 14 عام فاش مشات الوالده ديالي لبرا، مشات لاسبانيا. اها. المهم كنا بقينا مع الوالد ديالي، الوالده ديالي طلعت من اسبانيا لفرنسا، المهم بقات استقرت فرنسا يعني على اساس حارقه، باقي ما قداتش ديك الساعه الاوراق ديالها. بقينا مع الوالد ديالي تماك، حيت الوالد ديالي انا كان كيتعاطى المخدرات بزاف، داكشي علاش الوالده ديالي مشات. المهم بقينا مع الوالد ديالي واحد العام يعني ديال العذاب، كان كيشرب بزاف الحوايج. صافي صبرنا بحال هكا بحال قلتي، كان شادني انا عنده غير على اساس الفلوس، حيت كان كل ما كنتش انا ما عطيتش ليه ديك الساعه امي. امي كانت دارت بوجهنا حنايا. صافي جلسنا معاه تقريبا شي شهور، طلعنا لواحد البلاصه اخرى كرينا فيها. كرينا في ديك البلاصه الاخرى، بقينا مع الوالد ديالي، قلنا لعل وعسى يتبدل زعما، والو ما تبدلش. كنت خرجت انا مشيت عند خالي، حيت خالي كان قريب لينا تماك، مشيت عنده للدار قلت نجلس تماك معاه. جا الوالد ديالي ناضو مشاكل، صافي الوالد ديالي هبط رجع في حاله للدوار، بقيت انا مع خالي انا وخوتي. المهم بقات اختي كتقرا تماك، بقيت انا مع خالي. واحد الليله كان المهم فاش هي فاش طرا داكشي، كانت مراته مشات للدار عندهم دارهم تزوج هو، كان مزوج عنده ثلاثه د الاولاد من غير امك، من غير اللي مع امك. بابا 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 مزوج دابا، مزوج دابا وعنده جوج ولاد، ثلاثه د الاولاد اخرين. لا خالي هو اللي مزوج وعنده ثلاثه د الاولاد، اما الوالد ديالي الله تزوج. دابا ما فهمتك، شكون اللي مشى مراته؟ انا الوالد ديالي هو اللي مشات ماما لبرا، فهمتي؟ ماما مشات لبرا ديك الساعه حنايا فاش طلعنا. لا فهمتك، كنتي في الدار، الدار ديال من؟ ديال كنا مع بابا. اييه زيدي. المهم فاش مشات الوالده ديالي بقينا مع بابا تقريبا جايه العام. صافي فاش ما تبدلش يعني ما تبدلت حتى حاجه، حتى حاجه ما تغيرت فيه، قلنا حنا لعل وعسى غيتبدل فيه غير شي حاجه. صافي ما تبدل فيه حتى حاجه. ديك الساعه انا نط مشيت عند خالي، كان خالي قريب لينا في ديك البلاصه فين كنا كارين، فين طلعنا كرينا. المهم طلعت عندك خالي، خالي انايا هو اللي قلت لك دابا مزوج، هو اللي مزوج عنده ثلاثه د الاولاد اصلا، داك خالي مزوج بابا يلاه تزوج. المهم مشيت عندك خالي، قلت زعما انا الوالد ديالي كنت خايفه لي يدير لي شي حاجه، حيت با كيتعاطى المخدرات وشحال من حاجه، قلت خايفه لي يدير لي شي حاجه. مشيت عند خالي، صافي الوالد ديالي هبط حوايجو، هبط داكشي، هبط للدوار رجع لي تما. فين بقيت مع خالي انا كان واحد النهار، المهم داك النهار هو فاش غيطرى داك البلان، خالي صيفط مراتو لدارهم، المهم مشات لدارهم بغات تشوف مالين الدار ديالهم. صافي بقيت معاه انا في الدار، بقيت انا وخويا واختي. المهم الليله فاش غيطرى داك الشيء، خالي كان في البيت نعس بوخويا في البيت، انا واختي كنا ناعسين في البيت مع جوج د الليل. ديك الساعه نط باغا نوض للطواليط، حاشاك كنت نايضه للطواليط. الو تسمع؟ صافي قلت لك فاش نط، صافي فاش نط للطواليط الخرجه اللي بغيت نخرج منها كنحس بشي حاجه شداتني من اللور. صافي الدوره فاش درت لقيته خالي. صافي فاش طلعت عيني لقيت خالي، يعني ديك هو حس بيا غادي نغوت سد ليا فمي. صافي تما فين طلعني للسطح طرا داكشي. كيفاش هذا خالك؟ خالي خالي خمي. واش ديك الصحه طلعك للسطح؟ حيت ديك الساعه كانوا خوتي في الدار. ومن طلعك السطح صافي تما كنت غنتغطى المره الاولى. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ كان عمري ديك الساعه كان عمري شي تقريبا ديال 15 عام، يعني باقي ما كملتش 15 عام، حيت الوالده ديالي انا فاش مشات خلات عندي 14 عام، هذا الشيء في 2018 2019. هو شحال في عمرها؟ هو عاد قلتي لي مزوج وعنده ولاد. واخا مزوج وعنده ولاد. وكم مراته ما كانش في الدار قلتي لي؟ لا ما كانتش مراته ديك الساعه في الدار، ما كانت عند عائلتها، ما كانتش في الدار. واش ما غوتي؟ لا انا جيت بغيت نغوت ولكن غلب عليا، فهمتي؟ صافي شدني سد ليا فمي بيدو غلب عليا.
صافي طلعني للسطح كرفس عليا تما صافي هبط للدار. انا فاش هبط للدار هو صافي ديك الوقت صافي الترخاء هبط انا للدار وانا نغوت حمزه هو كيشوف فيا من الباب وكيقول لي ما تقوليش. دخلت جلست تماك سيمانه يعني جات مراته من تماك جات كنت صيفط لها انا في التليفون قلت لها هشطره وهشطره وهشطره اش قالت لي مرته بدل ما تقول لي واش بصح داك الشيء واش هذا الشيء طرا قالت لي لا قالت لي ماله هو خلى كاع الدريات وخلاني انا وغيجي لك انتيا صافي بقيت تماك سيمانة على داك الحال. صونيت لخالتي الصغيرة قلت لها قلت لها راه ودي اشطرا ليا واشطرا ليا واشطرا ليا هي قالت لي ما تقولي ما تقوليش لتحد زعما ما تقولي صافي سكتي سكت. جلس هو واحد المدة وصيف لي ميساجات من الواتساب قال لي لا عافاك غير سمحي لي راه الشيطان عافاك اختي. قلت لها خالي انت لي قلت زعما غتحميني انا هربت من الوالد ديالي باش ما يطرش لي بحال هكاك وقلت غتحميني صدقتي درتي لي اكثر من داكشي اللي دار لي الوالد ديالي اللي اللي مبلي مشي ترجع صافي قلتها لخالتي خالتي صونات لي قالت لي واش بصح درتي الالهام بصح درتي الالهام قال لي شكون اللي قال لك هذا الشيء قالت لي هي اللي قالت لي صافي ديك الليله ما تنسيش السميه خديجه خديجه ما تنسيش سميتك الحقيقيه عفوا نسيت كملي خديجه قلت ليك صافي خالتي صونات لي قالت لي درتي ليها ودرتي ليها ودرتي ليها قال شكون قال لك هذا الشيء قالت لي هي اللي قالتها ليا صونات عليا خالتي قالت لي راه جاي لك للدار يعني خرجي من الدار ما تجلسيش تماك وكان الليل كان بحال هذا الوقت تقريبا انا الهرب فاش بغيت نهرب من الدار هبطت من الدروج حيت كنا تما كان هو ساكن غير في اقامه دوك الاقامات كيكون فيهم بارطمان خرجت بغيت نهرب لقيتو جاي ديك الجيه باش جايه هو جاهل انا بيت نهرب جريت وهو يتبعني ما كنت لابسه لا صنداله لا والو هربت هكاك وين صافي هرب كنجري هو يتبعني تخبيت ورا واحد الراجل صافي جرني من عنده طلعني للدار كيضرب 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 هرس لي التليفون رسني التليفون ما قال لي كيقلب على واحد الجنويه عندنا تما في الدار عندهم قال لك لا اليوم غندبحك غنقتلك صافي خرج هو ما عرفت واش مشى جاب الشقاب والله ما نعرف ديك الوقيته فاش عاودت هربت انايا خرجت مشيت عند ديك خالتي قالت لي خالتي اجي عندي مشيت عندها جلست معاها هي واحد النهار تقريبا صافي عاودت خرجت مشيت عند واحد الدريه عاودت صونات لي خالتي قالت لي لا والو تجي تجلسي معايا انا غنجلسي معايا صافي مشيت عندها كانت شدات خالتي واحد البارتمان تماك مع بنتها صغيره بنتها كانت خرجت واحد الليله هي وصاحبتها خرجوا في الليل بقينا حنايا في الدار انا نعست بنتها صغيره ديك الساعه كان بنتها صغيره باقي عندها شي عام عام ونص بقيت مع بنتها في الدار نعستها كنسمع التصارو ديال الباب ديال العماره كيتحل ديال البارطمان صافي ديك الحله فاش كيتحل الباب كنشوف السمسار اللي كرا ليها البارطمان هو اللي دخل قلت ليه زعما اش باغي علاش خالتي راه ما كايناش انا كنت كيتحب ليا واش جاي باغي ياخذ شي حاجه من عند خالتي صافي دخل قلت ليه راه خالتي ما كايناش قال لي خالتك في خبارها غنجي لهنايا صافي مرة ثانية ثانية عاودت تغتصب خرجت كنجري غير هكا عاودت ثاني خرجت من الدار داك السمسار داك السمسار هو دا هو دار المهم دار داك الشيء هو يخرج هرب انا خرجت من الدار خالتي صوناو عليها العساسه اللي كاينين تماك صوناو عليها ودي راه الدريه اللي خليتي في البارطمان خرجت على برا راه حالتها صافي جات كتقول لي لا ما تقوليش غينوضوا المشاكل ما تقوليش للمالين الدار المشاكل شويه وهي تصوني صونات لي صونات السمسار قالت لي شوف بغيتيني نسكت على هذا الشيء غتجي تعطيني فلوس صافي جا هو دا تيرا لي هذيك الساعه 1000 درهم كنت معاهم انا تيرا ليها 1000 درهم مشيت معاها للدار وكنتي معاها فاش كتعطيها الفلوس كنت معاها ما قديتش ديك الساعه نهضر حيت صغيره باقا صغيره بزاف تحد ما غيتيقك وحتى الا مشيتي ديكلاريتي ولا شي حاجه ما غيتيقوكش ما عندك حتى دليل اه يا
جيم باش ما يوقفش اللايف عافاك باش ما يتسيني علاش كلشي بالك على جيم دقه واحده وكلشي يكتب يكتب زيد ولا شي حاجه شي كلمات باش ما يتبلوكاناش اللايف كلشي يدير بارطاج. وكانت عندك 15 عام قلتي لي. كانت عندي 15 عندك الساعه واخا فاش عطاها الفلوس صافي فاش عطاها الفلوس مشينا للدار عند جدة على اساس جدة راه عارفه كلشي ديك الساعه كلهم عارفين كلشي كتقول لك لا غتدخلي ليا ولدي للحبس لا ولدي عنده ولادو واش ولدك انت عنده ولادو انا ينضيع صافي سكتوا على هكاك انا صبرت صبرت تعيت يعني الاحتقار وانت دايره انت فاعلك وكنتي دايره ما يديرش لك هذا وما يديرش لك هذا وداك الشيء انا ماشي ماشي بذنبي انا ماشي انا اللي قلت لهم اجي وديروا ليا صافي صبرت واحد المده صافي خرجت جلست مع واحد الدريه حتى هي بقيت كل مره وفين خدامه مره هنا ما درتيش مع ماماك عرفتي لا ماما في خبارها كل شيء قالوا عليها وقلتها لي هذيك ساعة أنا صافي قالت لي لا خويا ما يديرش لك كدابة صافي ماما تاهي أصلا تزوجات تماك يعني ماما بدأت حياة جديدة وبا بدأ حياة جديدة خوتي أصلا أنا كاينين مع جدة من أمي حيت كتشد الفلوس وسميتو كاينين معاها صافي خرجت بقيت معها مع واحد الدرية واحد المدة صافي بقيت كنخدم هنا وكنخدم هنا وكنخدم هنا يعني كتمشي عند الاب ديالك كيقول لك لا انا ما تجلسيش معايا كتمشي عند الام ديالك حتى هي كتهضري معاها كتقول لك لا انا ما تهضريش معايا انت دايره انت فاعله انا ما راضياش بيك صافي هادشي اللي كاين ما يعني ما لقيتي حتى حد في جنبك في ذاك الوقت وشرفك ضاع وانت ضعتي وكلشي من حياتك ضاع وما عندك لا فين تسكني لا فين تجلسي لا خدمه لا قرايه لا والو ديك الساعه صغيره كنخرجني اصلا انا بابا من القرايه صغيره خرجت من السابعه مسكينه باينه مقصحه باينه مقصحه مسكينه ما سهلاش شتك خالك وخالتك ويتفقوا عليك ما يكونش داك السمسار بالعين يجابوه لك باش الا قلتي يقولوا براه السمسار ورفات ديك الساعه كانت بالعين جابتو لي وحتى الا جلست في الدار غيقولوا لا راه هي اللي دخلات ولا شي حاجه فهمتي حتى الا قالت لي عمرها لا راه خالي اللي دار ليا ولا غتقول ليه لا راه هي اللي دخلات واحد وانا ديك الساعه باقا صغيره يعني ماشي شي دريه اللي غتدخل واحد صافي انا فاش شافوني خرجت جلست مع ديك الدريه قالوا صافي راه خرجت يعني كتمشي عندهم هما كيقولوا لك لا سيري رجعي فين كنتي سيري جلسي فين كنتي فين غنجلس وانا باقا صغيره فين غنجلس ما كاين لا فين تجلسي لا فين تخدمي لا والو ما عندك حتى ديبلوم باش تخدمي ما كاين حتى اللي يعاونك باش تخدمي فين غتجلسي يعني تشردي والله غنقول الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق داك اللي كان فينا في هذا الشيء والسباب الله ياخذ الحق الاخر الله ياخذ الحق فيهم كاملين امين انا بغيت غير الام ديالك تكون حداك كل الاب ديالك يكون حداك بعض الله انت ما لقيتيش يعني انت يا كتدوري من هنا لهنا كتخرجي من هنا لهنا سالين خديجة كلشي كتب لها شي دعوة يا واحد يتفرج كتب لها شي دعوة كلشي خلي لها شي دعوة قبل ما تكمل لنا القصة ديالها مور ملي مشيتي عند صاحبتك شنو وقع أنا بقيت مع صاحبتي مرة كنخدم هنا مرة كنخدم هنا جالسة معاها ودابا أصلا هي قالت لي لا صافي خرجي يعني خرجي أنا قالت لي غنمشي لدارنا غنرجع لدارنا حيت هذيك الدرية كتقرا قالت لي خرجي سيري شوفي فين تكري ولا شوفي فين تجلسي أنا راه غنرجع لدارنا هاد الكرا غنطلقو حيت الكونترا كاينه في سميتها هي ماشي في سميتي انا
وفاش خدام انت دابا؟ والله مره ويا مره قهوه مره خير مع كل مره ويا. شحال عمرك دابا؟ عندي 20 عام باقي ما كملتهاش. اها بزاف. شي حاجه اخرى بغات تقوليها خديجه؟ صافي غنقول غير الله ياخذ الحق في هذوك اللي كانوا حيله وسباب وكون غير رجعت امي ولا با يهضروا معايا ولا يشوفوا غير بنتهم راه. اين مدينه فين تسكني دابا خديجه؟ كلشي دير بارطاج، كلشي بارطاج. اكادير. اكادير واخا. نواحي اكادير. نواحي. الا شي واحد دابا بغى يعاونك ولا يوقف معاك في خدمه ولا في يساعدك، شي عائله بغات تعاونك توقف جنبك، نعطيوها النمره؟ ما كرهتش اخويا والله نعطيها، ماشي مشكل. اللي بغى الرقمه ديال خديجه يتواصل معنا عبر السفر الرسميه بي ا دي اخ اسباس اش اي ال ا ال اي. كتب لي بغيت الرقم ديال خديجه من اكادير ونعطيكم رقم خديجه.